معكم الدكتور محمد كحلاوي، اختصاصي في الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان. فيما يخص الطفلة سناء، حاولنا اليوم نشوفوها، نكشفوا على الحالة النفسية ديالها. درنا واحد التقييم تقريبا شامل للحالة النفسية ديالها وليها هي والأب ديالها، وخلصت التقييم إلى أن الطفلة في واحد المعاناة نفسية، في واحد الصدمة نفسية، وهذا الشيء ناتج على الضغوطات اللي مورست عليها، والتهديد النفسي والتهديد اللفظي والتهديد الجسدي والتهديد بالقتل الذي مورس عليها هذه تقريبا سنة قبل ما تحمل. دونك عندنا مشكل ديال أنه مورس عليها العنف اللفظي والجسدي والجنسي قبل سنة، وجاتنا الحمل، جا واحد الحمل اللي هو ناتج عن اغتصاب، ناتج عن هتك عرض قاصر، وهذا الاغتصاب اللي نتج عنه الحمل، واحد الحمل اللي غير مرغوب فيه، لانه ولات واحد الطفله اللي هي في مازال باغا تلعب، مازال عندها باغا تمشي للمدرسه، فاذا بها واحد النهار كتلقى راسها حامل، حامل، وماشي غير حامل فقط، وانما رزقت بواحد الطفل اللي هي في واحد المرحله اللي هي خاصها العطف، خاصها الحنان، خاصها الحب، خاصها الرعايه، وفجاه لقات راسها ان هي ولات ام، وبالتالي اللي هي اللي خاصها تعطي الحب وتعطي العطف وتعطي الحنان وتعطي الرعايه اللي شيء اللي هي فاقداه في الاصل. وبالتالي كيفاش غننتظروا من واحد البنت ياك اللي غتعطينا هذا العطف وهذا الحنان؟ الحاله النفسيه ديالها فيها مجموعه من الاعراض اللي نقدروا نلخصوها، انه عندها واحد الاضطراب ديال التكيف، كاين واحد الاضطراب ديال ما بعد الصدمه، كاين واحد الكوابيس، واحد احلام اللي هما خايبه، كاين واحد التقلبات مزاجيه، قلق، توتر، بعض الاحيان كيولي عندنا مشاكل في التركيز، مشاكل في الانتباه، مشاكل في الادراك، وهذا الشيء ناتج عن ما بعد الصدمه. بعض الاحيان كيولي عندنا تقدير ديال النفس اللي كيولي ناقص، الثقه في النفس كتنقص، كيولي عندنا واحد الاحساس بالدنيا، واحد الاحساس بانه الناس الاخرين احسن مني، واحد الاحساس بحال اني راه وليت انا، بحال انا خنت الاهل ديالي وخنت الثقه ديالهم، وهذا الشيء كامل ناتج على هذا الحادثه هذه اللي خاص هذه البنيه هذه، خاصها الدعم النفسي، خاصها المواكبه النفسيه، خاصها الحب، خاصها العطف، وخاصها الرعايه النفسيه عن طريق العلاج النفسي، عن العلاج السلوكي المعرفي، عن طريق مجموعه من الحصص اللي غتاخذ لينا واحد شويه الوقت باش هذه البنيه نحاولوا ديك المناعه النفسيه ديالها نطلعوا منها، باش يولي عندنا التقبل، باش هذه الحاله النفسيه تولي عندنا واحد المناعه نفسيه اللي تقدر تواجه بها الضغوطات ديال الحياه. وهذا ماشي غير دور ديال الاطباء فقط ولا ديال المختصين النفسيين فقط، وانما دور ديال العائله حتى هي، والدور ديال جمعيات المجتمع المدني وديال الفاعلين الحقوقيين، كل شيء خاصو يتجمع، وخاص خاص الجهود كلها الضافر باش نقدو نزيدو الامام، وباش نقدو هذه البنيه نقدوها، وبالتالي نقدو داك الطفل اللي معاها. هذا من هدف جانب الشق ديال سناء. كاين الشق الاخر ديال الاب ديالها اللي هو تا هو في واحد الصدمه، اللي خاصو واحد الدعم نفسي، خاصو واحد الرعايه نفسيه، لانه حتى هو الله يحسن العوان جا في واحد الظروف اللي هي صعيبه بزاف، لانه خاصو يرعى سناء الابنة، خاصو يرعى المحيط او العائله الصغيره اللي هو الزوجه ديالو، اللي هي الام ديالو، اللي هي الابناء ديالو، وفي الاصل خاص تكون واحد المواكبه نفسيه للجميع، حتى الخوت ديالها، حتى الجده ديالها، باش هاد الضغط هذا، باش هاد الحادث هذا يمر بتداعيات نفسيه قليله، وباش الامور ما تتفاقمش لشي اضطرابات نفسيه اللي ربما تقدر تحتاج لشي ادويه في المستقبل. صمد مسيح، رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني. هو مباشرة بعد علمنا بما وقع لطفلة سناء،
بادرنا لربط الاتصال مع الأخ الصحفي الذي نشر الموضوع أول مرة وعطانا مجموعة من المعطيات مجموعة من المعلومات حول الأسرة والعائلة وما كان التواجد ديالهم. من ثم ربطنا معهم الاتصال باش أننا نعبروا لهم أولا على التضامن ديالنا معهم وماشي غير التضامن فقط بأننا احنا غنتبعوا معهم الملف ديالهم إلى حين أن نضمنوا الحق ديال الطفلة، لأن اليوم احنا أمام واحد القضية اللي هي قضية ماشي رأي عام فقط، هي قضية وطن، قضية الحكومة المغربية وقضية الدولة المغربية. علاش؟ لأننا عندنا طفلة عايشة في الهوامش تعرضت لأبشع ما يمكن تصوره اللي ممكن يتعرض له الإنسان، هو أن تعرضت للاغتصاب والاستغلال الجنسي والتهديد وأكثر من ذلك أنها أصبحت أم أو أصغر أم، ما شو ما قاعد نسميها أم، الطفل الأم. طفل الأم اللي جدري في عمرها 12 عام ومنه هي في العمر ديال 10 سنوات وهي تستغل جنسيا، وهذا أمر خطير جدا لا يجب السكوت عنه. هذه جريمة خطيرة، ماشي جريمة أخلاق، ماشي جريمة في حق الإنسانية، ماشي جريمة في حق البشرية، هي جريمة ضد مستقبل المملكة المغربية، ضد الطفولة المغربية. ولهذا قررنا ندخلوا على الخط أولا باش نقدموا ما يمكن تقديمه من الدعم النفسي للطفلة والأسرة والأب ديالها باش انهم يقدروا يتجاوزوا هذه المرحله اللي هي مرحله صعيبه بزاف. وفي نفس الوقت اننا نضمنوا لهم حق الدفاع، لان حق الدفاع حق دستوري وحق مشروع، اننا يكونوا اساتذه محامون لاثرهم طيله مرحله المحاكمه. نتمنوا ان الحكومه المغربيه تحرك باش تدعم الطفل هذه وتنزل على الاقل بند من البنود الفصول الدستوريه اللي هي ان الدوله تتكفل الحق تاع الصحه والحق ديال المواكبه الاجتماعيه والتغطيه الاجتماعيه لهاد الطفله اللي اليوم بلاص ما تخصها تفكر في ذاك البني الوليد اللي ولدات وما فهمتش كاع بانها ولدات، بان لحد الان مسكينه مصدومه ما فهمتش بانها هي خرج منها طفل، لانها هي طفله مازال باغا تلعب، مازال باغا تعيش تسافر، مازال خصها تقرا، مازال خصها تكون، يعني امور كثيره بزاف. نتمنى ان الحكومه المغربيه تدخل باش انها تبنى هذه القضيه ديال الطفله وتبنى وتبنى الاسره ديالها في المواكبه والتغطيه والتكفل الاجتماعي. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.